بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وعافية. بالنسبة للمشتركين الجداد، حاولوا تخشوا على قائمة التشغيل. كل واحد يعني في أكتر من قائمة للصحة، للجمال، للبشرة، نصائح صحية، كذا قائمة. أما بالنسبة للسكر، ده الفيديو ده هتكلم فيه عن سكر الحمل، سكر نوع تاني وسكر نوع اول، وايه الفرق بينهم وايه العلاج. طيب هبدا بسكر الحمل. لما بتبقى واحده حامل بيبقى عندها طبيعي فيه اضطراب في الهرمونات في جسمها، مع طبعا اكل الحلويات والسكريات بتاع ممكن السكر يعلى، خصوصا ان هي لما بتعرف انها حامل عايزه تاكل كتير عشان بيبي صحته كويسه. طبعا ده مفهوم غلط. طيب انت رحتي وعملتي تحليل السكر وطلع عالي، اول حاجه بيقولها لك الدكتور هتاخدي انسولين عشان سكر الحمل. في ناس بتستمر على الانسولين ده بقى مدى الحياه. ليه؟ لان هي ما عالجتش السبب الاساسي لارتفاع السكر. قبل ما تاخدي الانسولين جربي امنعي الحلويات وقيسي السكر، قللي النشويات وقيسي السكر، هتخلفي بيبي صحته كويسه ومش هتاخدي انسولين. لان اي هرمون احنا بناخده الجسم بيصنعه، ما البنكرياس هيقول ما هو جاي لي انسولين من بره، خلاص انا هعمل ايه؟ مش هيطلع انسولين. هرمون الغده الدرقيه لما بناخده برضه نفس الحكايه، احنا المفروض ننشط العضو، نشوف العضو ليه عند حصل له خمول او ليه فيه ارتفاع للسكر ونعالجه. من نفس الطريقة اللي احنا غلطنا فيها ورفعنا السكر نمنحها السكر هيتظبط. طيب السكر النوع التاني، انا عن نفسي لما جالي سكر نوع تاني انا دلوقتي بقول لا، مفيش حاجة اسمها سكر نوع تاني، هو في حاجة اسمها مقاومة انسولين اللي هي بتجيب لنا السكر والضغط والمشاكل الصحية. طيب انا دلوقتي السكر عندي مرتفع، المفروض ان انا على طول اخد دواء واخد انسولين، ولا افكر طب انا السكر عالي عندي ليه؟ هو السكر في حد في الدنيا ممكن سكره يعلى من غير ما ياكل؟ ربنا خلق البنكرياس يفرز انسولين اول ما ناكل. طيب انت بتاكل ايه؟ احنا بناكل ايه؟ ايه اللي بيرفع السكر؟ ايه اللي بيخليه النشويات الحلويات؟ يعني لو انا اكلت معلقتين رز لما اكون اجيب طبق رز قد كده اكله؟ لا طبعا. كل ما اكلنا باعتدال هيتظبط السكر. منعنا السكريات او قللناها لاقصى درجه السكر هيتظبط. طيب احنا دلوقتي عندنا سكر نوع تاني، هل كفايه ان انا اقلل كده؟ لا، انا عايز اعالج بقى اساس المشكله اللي هو مقاومه الانسولين، ودي علاجها الصيام المتقطع، السكر والحلويات والنشويات واي حاجه ترفع الانسولين يمنحها خالص، يقللها اقصى درجه. انا اتبعت ان انا قلل يعني منعت خالص، انا منعت خالص، وعشان كده انا عندي بنكرياس جديد الحمد لله. وكنت لسه عامله لكم فيديو ان انا قعدت 4 5 ايام اكل في الشارع من مطعم والحلويات وكلت مولتو بتاع المولتو ده. فلو انا البنكرياس عندي مش شغال كويس كان السكر يرتفع واغمى عليا وكان حصل لي مضاعفات سكر او حسيت باي حاجه، لكن انا كنت طبيعيه لان انا صلحت، انا حسمت الموقف. وكل ده انا شرحها على القناه. بنيت جسم من اول وجديد، اعضاء جسمي اتجددت لاني وصلت لمرحله الالتهام الذاتي. طب الحمد والشكر لله، علاج السكر نوع تاني من جسمك، هو جسمك قادر انه يصلح اخطائك. نعمل صيام متقطع ونمنع السكريات والنشويات، يا اما نقللها، والفاكهه والعيش والحاجات دي. طيب السكر بقى نوع اول، انا بس عايز اسال سؤال، التصنيفه دي جت ازاي؟ يعني انا مش عارفه هي جت ازاي. سكر نوع اول، اي حد بيجي السكر بيرتفع عنده وهو كبير بيبقى سكر نوع تاني او مقاومه انسولين زي ما قلنا. طيب حضرتك بتاخد انسولين ليه؟ ليه؟ عشان تتصنف بعد كده نوع اول ان البنكرياس يقف تماما. طب لا، انا معايا حاله كانت بتاخد
او كان هو راجل كان بياخد 3 جرعات في اليوم، بفضل الله بقى ياخد جرعة واحدة بس بتاعت بالليل، لدرجة ان هو عايز يوقفها. وانا قلت له انا خايفة يحصل هبوط سكر، لان انا برضو مش دكتورة، لكن انا عندي عقل بفكر فيه. هو بياخد 3 جرعات، قاعد ياكل كتير، وحصل له انسداد في شرايين الرجل، وحصل له مشاكل مضاعفات السكر. طبعا مضاعفات السكر هقولها، بيأثر على شبكات العين، بيعمل التهابات في الشرايين في الجسم كله، التهابات بتزيد، بيأثر على الكلى، بيأثر على يعني هقول ايه، بيدمر الجسم كله. مضاعفات السكر مدمرة، وانا بقى شفتها بعيني يعني. فربنا يشفي كل مريض ويعافيه. طيب انا باخد السكر بقى اللي هو تصنف نوع اول، انا باخد 3 جرعات في اليوم. ليه؟ عشان اول انسولين بيجوع جدا، بيخلي اللي بياخد انسولين دايما جعان، عايز ياكل عايز ياكل عايز. برضه هو بياخد انسولين بيحصل له مقاومه انسولين، فاهميني؟ بالنسبه لاي حد يروح للدكتور ويصنفه سكر نوع اول ويديله على طول انسولين، طب يسال نفسه سؤال، طب انا ما اشوف اعمل تحليل غدد واشوف البنكرياس بتاعي اخباره ايه؟ لو البنكرياس لسه شغال، طب ما انا اتبع الصيام المتقطع وامنع الحاجات اللي بترهق البنكرياس ده، اللي كل شويه يفرز انسولين، نريحه ويستعيد نشاطه من تاني. ادي الفرق بين السكر نوع تاني والسكر نوع اول. كل مرضى السكر نوع تاني مع الوقت بيتحولوا لنوع اول. انا كده اتكلمت على 3 انواع السكر، فكروا صنفروا وفكروا. مفيش حاجه بتجيب لنا الامراض غير الجهاز الهضمي والجهاز العصبي، اكلنا وشربنا مع التوتر والقلق. وانا جربت ده وده، الاكل والشرب ممكن نسيطر عليه ان احنا نعمل صيام متقطع، مع الوقت هرمون الجوع يقل. اما التوتر والضغط النفسي بتبقى فيه حاجات قدريه، بس طول ما جسمنا سليم وقوي هنقدر نتخطاها. نعمل بقى تنفس عميق، نعمل رياضة، نحاول نستعين بالله، لا إله إلا الله. لما تكون في حاجة ظروف قدرية حصلت وإحنا عندنا توتر وضغط نفسي جامد، نسلم أمرنا إلى الله، نستغفر الله، نقول يا رب يسر لنا الحال، نتذلل له. يا رب تكون رسالتي وصلت وتبقوا بصحة وعافية، مفيش أمراض، مفيش أدوية، مفيش شيخوخة، وأشوفكم على خير في بيت جديد إن شاء الله.